يقول: أردنا البقاء إلى الحج مختبئين في مكان ما حتى يأتي وقت الحج، فهل حجنا صحيح بهذه الطريقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا خطأ، مسألة مخالفة النظام والتعرض للمسؤولية هذا خطأ منكم، لأنكم قد توقعون أنفسكم في المسؤولية، وربما يقبض عليكم ويحصل شيء من التأديب أو من الشيء الذي يحول بينكم وبين المناسك أو من السجن أو غير ذلك، فلا أنصح لكم بهذه الطريقة. أنا ما أنصح بالاحتيال ومخالفة النظام الذي لمصلحة المسلمين، تمشون على النظام، لكن لو أخطأتم واحتلتم هذه الحيلة وحجيتم أديتم المناسك، الحج صحيح إن شاء الله، الحج صحيح، لكن أنتم أخطأتم في مخالفة النظام وتعريض أنفسكم للمسؤولية. نعم.